عزيزي هي قناعات، وانا عن نفسي عندي قناعه ان تشيلسي توماس توخيل افضل بكتير جدا جدا من تشيلسي مورينيو، وافضل بكتير من تشيلسي كونتي. مع احترامي لاي حد، بس انا شايف ان الفرقه حاليا وصلت لفورمه بعيده جدا عن تشيلسي كونتي وعن تشيلسي مورينيو. الفرقه دلوقتي في مستوى مميز جدا جدا جدا. هتقولي لا انت بتتكلم كده عشان هم كسبوا نورتش 7-0، ده نورتش فرقه ضعيفه والطرد اثر عليهم. عايز اقول لك لا عزيزي، تشيلسي بيقدم مستوى ثابت ومستوى واضح من ساعه الفوز بدوري ابطال اوروبا. الفرقه واقفه على رجليها، الفرقه واضح جدا هي داخله الدوري الانجليزي بتحاول ان هي تنافس على الدوري. تشيلسي ما عندوش اي خيار تاني بالنسبه للجمهور بتاعه. تشيلسي بالاداء ده جاي ينافس على الدوري من اول اسبوع، كلنا عارفين كده. بس بصراحه انك تنزل النهارده قدام نورتش سيتي تديهم 7 وانت لوكاكو مصاب وتيمو فيرنر مصاب وبتلعب بكالم واتسون ودوي وكاي هافرتس فيرويد وتحتيه موسون مونت وكاي وموسون و هودسون يقدموا مستوى كويس. انا بتكلم على هودسون وموسون، انما كاي طبيعي كاي بيتوه في حته الاسترايكر دي، بيتوه فيها جدا. بس انك تسهل على نفسك الماتش بدري بدري كده وتخلص في اول 8 دقايق عن طريق موسون مونت ان هو يسجل لك الهدف الاول، خلاص انت كده فتحت الماتش، فتحت الجيم وضيعت المقاومه بتاعت لعيبه نورتش سيتي ان هم هينزلوا هيحاولوا ان هم يحافظوا على نظافه شباكهم. لا انت اول 8 دقايق الهدف الاول بسرعه كده على السخان ومش عايزين كلام كتير، والماتش بالنسبه لنا خسران بشياكه. تقعد بقى تبص على التشكيل، ادوارد مندي الاسد قدامه خط الدفاع المكون من تياجو سيلفا وتشولبا وانتونيو روديجر، وقدامهم كده بنشيلو ناحيه الشمال وكوفاتيتشو وجورجينيو. كوفاتيتشو وجورجينيو لو قعدت اتكلم على كوفاتيتشو وجورجينيو والامتاع والابداع والاقناع بالنسبه لنا اللي بيقدموه في نص الملعب من ساعه ما جه توماس توخيل، محتاجين 50 فيديو. لان انا بصراحه معلم انا بعشق حاجه اسمها كوفا مع توخيل. كوفا مع توخيل بيقدم اداء كده تحسه مودريتش من سنتين لورا، توني كروز من 3 سنين لورا، بيقدم اداء مثالي جدا في 3-4-2-1 اللي بيلعبوا بيها مع توماس توخيل. تحس ان يا جدع في كوره جميله بيقدمها هو وجورجينيو بطريقه ان انت مش عارف توصف، انت جاي بس تستمتع باللي هو بيقدموه، مش ان الراجل النهارده عمل 3 اسيستات. لا لا، لو تابعت الفيديوهات بتاعتي من فتره فانا بتكلم على كوفا من فتره طويله جدا من ساعه ما توماس توخيل مواصل. فكوفا وجورجينيو والناحيه الثانيه ريس جيمس في الادوار الهجوميه اللي بدات تتطور عنده، والناحيه الثانيه بن شيرويد في الادوار الهجوميه بيقول لنا انا موجود اهو، مش ماركوس الونسو بس اللي بيعرف يجيب اجوان، لا انا موجود، انا جبت لكم جون في الماتش اللي فات بتاع ساوثهامبتون، وبعد كده بقدم لكم اداء كويس، ودلوقتي بقت هداف الفريق. عايزين مني اي حاجه ثاني؟ لا مش عايزين منك اي حاجه، انت كده معلم عداك العيب وازح بصراحه. خلصت بدري بدري. الهدف الاول اللي بيجيبه موسم مونت صناعه جورجينيو، الهدف الثاني بعديه ب 10 دقائق من عن طريق اللاعب بكالم هوتسون اودوي اللي قدم مستوى مميز جدا علشان خاطر يغيظ بيه السيد ساوث جيت علشان يقول له خلاص يا معلم انا مش متاح حاليا، انا هلعب لمنتخب غانا، عاجبك ولا مش عاجبك خلاص انا قدمت مستوى مميز وانا مرتاح نفسيا. بصراحه المستوى اللي قدمه كالم هوتسون اودوي النهارده مميز جدا جدا جدا، وبيقول ان الولد بدا ان هو اخيرا يلاقي نفسه، وبتمنى ان هو يكمل بالمستوى اللي قدمه النهارده. الهدف الثالث ريس جيمس واسيست موسون مونت. موسون مونت قدم النهارده مستوى مميز وابداع بطريقه غير طبيعيه. الشوط الاول خلص 3-0، قلنا خلاص بقى مفترض ان هو ينزل حكيم زياش عشان خاطر ترجع له حساسيه الماتشات، وحكيم ينزل ياخد له ساعه الا ربع، ياخد له نص ساعه، حكيم ينزل ياخد 25 دقيقه، المهم حكيم يكون موجود ويكون في عقل السيد توماس توخيل ان هو عايز يرجعه للماتشات اللي جايه، علشان خاطر حكيم مع المستوى اللي بيقدمه الفرقه، لو حكيم زياش جاب فورمه مع المستوى اللي موجود فيه الفرقه دلوقتي، الفرقه هتفجر اكتر من كده بكتير، وهتلاقي ان تشيلسي بيقدم حاجات غريبه ومريبه في عالم كره القدم. فحكيم وجوده مهم لتشيلسي ووجوده مهم ليه هو شخصيا كحكيم زياش، انا كنت بتمنى ان هو يغيره بدري بدري. بس لا لا لا، بن شيرويد بيجي قال لي لا لا انا موجود يا اسطى، هو ما فيش اي ما حدش اتكلم عن ماركوس الونسو، ويسجل الهدف الرابع من بينيه مميزه من ماتيو كوفاتيتش. خلاص بقى نسكت على كده؟ لا ما نسكتش. ايه اللي يحصل؟ ماكس ارونز لاعب نورتش سيتي يخربها خالص ويحصل على طرد. الله عليك يا معلم، انت كده الماتش فتح خالص يا اسطى، عشان خاطر نقعد بقى نلاقي ان حكيم زياش بينزل في الدقيقه 70 هو وروس باركلي، وبعدها طوفان بيجي. انا حكيم بصراحه عجبني التصويتين اللي صوروهم، اول كره اللي هي خدها بشماله من روس باركلي تقريبا من بصهاره، او تقريبا ريس جيمس بصهاره اعطاها مره واحده، وبعد كده في كره ثانيه ركنيه اعطاها كانت حلوه قوي قوي اللي صدها كارول دي، اللي هو يا اسطى ما انت داخل فيك 6 جوانا جت على حكيم ابننا وقفلت. قال لك لا لا لا، ما انا هصد ضربه الجزاء اللي هتتحسب لتشيلسي من موسون مونت. تسكت على كده؟ لا، الفار يقول لك لا نرجع، انت طالع بره الخط بتاع المرمى، فمفترض ان الكره تتعاد، والكره اتعادت وموسون مونت حطها في نص الجون وسجل الهدف السادس. وبعدها نلاقي ان موسون مونت كمان
بيسجل الهدف السابع من بينيه لروبن لوفتس شيك، التغييره الثالثه برضو اللي نزلت مع روس باركلي ومع حكيم زياش. ونخلص بقى الحفله جه على خير، وتشيلسي يقول للخصوم بتاعهم انتوا ايامكم معايا من 60 نيله، مين اللي جاي لي؟ جاي لي بيرنلي او جاي لي نيوكاسل او جاي لي اي فرقه من تحت؟ الفورمه اللي انا فيها دي هحط عليكم وهعمل معاكم الغلط. وانا بالنسبه لي مستمتع جدا، مستمتع ان تشيلسي بيوصل رساله ليفربول انك لازم تكسب يونايتد بكره باي طريقه، وبيوصل رساله للسيتي انك اقتلوا رحيم ستيرلينج وما تلعبوش الماتش بتاع برايتون عشان خاطر ما تلبسوش في الحيط. اتمنى الرساله بتاع تشيلسي تكون وصلت ليفربول، وصلت كمان لبيب جوارديولا، ورسالة وصلت لحضرتك انك ممكن تعمل لايك للفيديو عجبك او اعمل ديسلايك لو ما عجبكش، وفي الحالتين اشترك في القناه وقول اي كومنت لو انت عايز تتكلم، يعني لو انت عايز تعمل اي حاجه معلش يعني.